نعم. هو انت ايه اللي خلاك تروح تقابل معتز بيه؟ وانت عرفت منين؟ سكرتيرة مكتبه بلغتني، برضو ما ردتش على سؤالي ولا حاجة. انا كنت بحاول ادافع عنك. ايه اللي خلاك تعمل حاجة زي كده؟ مو انا مش معقول اشوفك في الازمة اللي انت فيها دي واسيبك لوحدك. ايوه بس يا شيف انا ما طلبتش منك تعمل كده. طيب كانت ايه بقى نتيجة المقابلة؟ ولا حاجة، كل خير. انا لما كلمت معتز بيه قال انه هيدرس الموضوع وهيعرضه على مجلس الادارة. بالظبط نفس الكلام اللي قالهولي. عرفت بقى ان زيارتك ما كانش ليها اي لازمة؟ والله. طب تقدري تقولي لي بقى انت عملت ايه لحد دلوقتي؟ مستنية قرار البنك والتحقيق وبعدها هقدم استقالتي. تقدم استقالتك؟ ليه؟ هو انت عملت حاجة غلط؟ لا ما عملتش حاجة غلط، بس انا بصراحة عارفة اللي هيحصل. قرار البنك هيبقى ان انا ارجع تاني، بس مش على نفس المنصب اللي انا فيه، وانا لا يمكن اقبل حاجة زي كده. تقومي تستسلمي وتهربي من المعركة. انا ما هربتش يا شريف، بس انا كرامتي ما تسمحليش ان انا ارجع بمنصب اقل من منصبي. غلط 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 غلط، الطريقة بتفكري بيها غلط. انت لازم تدافعي عن نفسك وتثبتي براءتك وترجعي البنك تاني وتقعدي على نفس الكرسي تاني، مش تقعدي تقولي لي كرامتي تسمحليش وما اقدرش واقدم استقالتي. ايه الكلام الفاضي ده؟ يعني انت عايزني اعمل ايه؟ ولا حاجه، تحاربي الدنيا كلها عشان تاخدي حقك. وعلى فكره ده هيحصل قريب قوي ان شاء الله، وبكره تشوفي. طب خلاص 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 النبي نغير الموضوع. احسن احسن برضه احسن برضه. قولي لي بقى هتاكلينا ايه النهارده؟ انت عايز تاكل ايه؟ والله شوف انت بقى، انا راجل عامل واشتغل وبكسب لقمتي بعرق جبيني وعايز اتغذى، شوفي هتاكلينا ايه؟ من عينيا الاثنين، بس ليا طلب. ومفيش حاجه كده؟ لازم يكون فيها مقابل. اتفضلي عايزه ايه؟ معلش عايزك تكلم فاطين تقنعه ان هو ما يبيعش محل الورد بتاع سهى لانها منهاره وجات لي هنا بتعيط وضايعه خالص. حصل حصل حصل، اتكلمت انا وسميح في الموضوع ده، بس بقى فاطين قافل دماغه خالص ومتربس ومش عايز يماين. طب وبعدين ده سهى ممكن تروح فيه؟ لا تلاقيش ولا تروح فيها ولا حاجه. انت عارفه فاطين راجل طيب قوي، هيطلع يطلع يطلع وينزل على ما فيش. ما تخافيش كلها كام يوم كده والحكايه تبقى تمام، فله شمعه منوره وكله يبقى تمام على راي عمرو اديب. يلا بقى روحي حضري اكل بقى علشان انا جعان. ها انا هغير وهحصلك يا طعم يا سكر انت يا عسل. ماشي يا سيدي، كل بعقلي حلال. ابدا والله انا بقول الحقيقه. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.